صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم وين ما كنتوا عم تابعونا بلبنان بالعالم العربي والعالم، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج الحدث يوم الخميس 11 ايار 2017. يوم الحدث المفروض انه متوجه نحو فلسطين بغير بوصله. عند كل اشراقه شمس صباح الخير يا فلسطين، وبوضوح كخيوط الشمس وليس في عتم ليل، نحن لا نتسلق هذا الذي يسمى جنح ظلام. لك القبلة يا فلسطين، يا ثالث الحرمين، من أقصاك إلى أقصاك نطوف حول موطن المهد، هناك القضية ولأسراك كل التحية. اليوم وفيما تضرب الجديد بالنار نضرب نحن بالحجر، نعود إلى أصل المقاومة وفصلها ومسقط رأسها، في حلقة كانت معدة لإضراب الأسرى في يومهم 25. فعلى من تطلقون النار؟ يبدو أن البعض أضاع البوصلة، ولكن قناة الجديد بعمرها ما بتضيع بوصلتها وما بتحيد عن مبادئها وعن درب الحق، ولا يضيع طريق وراءه مقاوم.